صعوبات التعلم من المشكلات اللي ممكن كتير من الأطفال يعانوا منها، ورغم كده بيقدروا يكونوا مميزين لما بيلاقوا تدخل بشكل علمي سليم. ودلوقتي هنعرف معاكم ده ممكن يحصل إزاي. أنواع الصعوبات، وده مدخلنا النهاردة للحلقة الجديدة بتاعتنا، وهو أني قلنا صعوبات التعلم في صعوبات نمائية وصعوبات أكاديمية. الحقيقة قلنا أن الصعوبات النمائية هي عبارة عن قصور واضطراب في الانتباه، في الإدراك، في الذاكرة. يبقى دول ثلاث أشياء أساسية معانا في صعوبات التعلم النمائية، اللي هيؤدوا بالتالي إلى صعوبات أكاديمية، اللي بالتالي هيؤدوا إلى صعوبات أو إلى مشكلات اجتماعية نفسية لدى الطالب ذو صعوبات التعلم. لو جينا نتناول الإدراك أو نبدأ من البداية الانتباه، هنلاقي إن قصور في الانتباه، الولد ده قاعد في الفصل مش مركز، هو قاعد لكن هو مش وصلاه المعلومة، هو بيبص على السبورة، هو سامع المدرس، ولكن هو عنده مشكلة في الانتباه، ودي بنسميها مرونة الانتباه. يجي الأم تشتكي، الولد على بال ما بينقل من السبورة بيجيب لي الكراسة ما فيهاش أي حاجة نعرف نقراها. طيب إيه المشكلة دي؟ ده عنده مشكلة في مرونة الانتباه. يعني إيه مرونة الانتباه؟ احنا قلنا الانتباه في ثلاث حاجات: مرونة الانتباه، في حاجة اسمها تركيز الانتباه، في حاجة اسمها الانتباه الانتقائي. طيب هو مشكلته في تركيز الانتباه ان هو مجرد ما حد جنبه يعمل صوت الاقي الولد اتشتت، مجرد ما عدى عربية او عدت عربية عملت كلاكس الولد اتشتت، يجي المدرس يقومه: انت سمعت ايه؟ احنا بنقول ايه؟ ما يعرفش يقول هو قال ايه. فبالتالي بنوجه له جلسات تركز على تركيز الانتباه. طيب تركيز الانتباه ده أو الجلسات دي بتكون عبارة عن إيه؟ عبارة عن أن الطفل بخليه يركز في حاجة ثابتة أطول مدة ممكنة. طب دي نعملها إزاي؟ في عندنا نشاط اسمه لضم الخرز، ده طبعا معروف بالنسبة للناس اللي بتتعامل في صعوبات التعلم. نشاط لضم الخرز ده عبارة عن إني أنا بجيب الطفل، بجيب خرز أو حبات الخرز، حتى لو الأم هتعمل ده في البيت بحبات المكرونة الصغيرة رفيعة جدا، وتجيب خيط زي خيط السنارة أو خيط اللي بنخيط بيه العادي جدا. بنبدأ نركز مع بعض في النشاط ده، إني بخلي الولد يمسك الخيط بإيد ويجيب الخرزة أو المكرونة بإيد ويحاول يركبها. تخيلوا النشاط ده سهل علينا إزاي؟ بس بالنسبة لصعوبات التعلم النشاط ده صعب جدا جدا. ليه؟ لأن هو ما عندوش تركيز انتباه، هو مشتت بمعنى أصح. فبنحاول واحدة واحدة إن احنا نخلي الولد يركب الخرزة. طيب ما قدرش في البداية، بنمسك إيده برضو واحدة واحدة بنحاول نخليه يركب الخرز. طيب لو قدر يعمل ده يبقى أنا قدامي حاجة تانية، هتلاقي إن الولد بيركب الخرزة وخلاص هو زهق، يبقى بزود له مدة الانتباه. طب أزود مدة الانتباه إزاي؟ أزود مدة الانتباه الحقيقة دي بتكون عن طريق برضو بعض التمرينات، اللي أنا بجيب حاجة اسمها لوحة الدبابيس. اللوحة دي عبارة عن لوحة بلاستيك مربعة وفي دبابيس بتركب فيها، الدبابيس دي بتكون عبارة عن بلاستيك. أقدر أعمل إيه؟ اللوحة بيجي معاها رسومات، بيجي معاها أشكال زي تمرينات، أخلي الولد يحاول يركب لي مثلاً رسمة بيت. طيب نحاول نركبها مع بعض، هو في البداية هيبقى يعني كتير بيمل، كتير مش بيقدر يمسك الدبابيس، مش هيقدر يقعد معاك. طيب هحسبها إزاي؟ هحسبها بالثانية. والله ده أنا لو الجلسة دي الولد ركز معايا، دي اسمها مدة الانتباه، لو كانت مدة الانتباه بتاعته 3 ثواني حلوة قوي. طيب الجلسة اللي بعدها لو وصلته لخمس ثواني لسبع ثواني، يبقى أنا إذن الكيرف بيعلى معايا. طب الهدف عندي
ان انا ازود مده الانتباه. انا الاول عملت له تركيز انتباه، بعد كده عملت له مده الانتباه زودتها، ودي احنا في علم النفس بنسميها زمن الالتحام بالمهمه. هو بيعمل مهمه معينه، تركيب تركيب الدبابيس دي مهمه بالنسبه له. كل ما زود مده الالتحام بالمهمه دي يبقى انا بعالج جزء نمائي في صعوبات التعلم. تمام. طيب بعد كده، بعد ما زودت مدة الانتباه، بعمل حاجة اسمها الانتباه الانتقائي. يعني ايه انتباه انتقائي؟ وكل ده بيحصل اصلا في الفصل، تخيلوا. بيحصل، بس المدرس مش مدرك ده، ولي الامر مش مدرك ده، الطالب نفسه مش عارف ان ده اللي بيحصل له. ولكن دي بقى مهمتنا احنا، ان احنا نوضح ده لولي الامر ونوضح ده للمدرسين، على اعتبار ان مدة الانتباه اللي هنزودها عن طريق النمائي هتنعكس عليك أكاديمي في المدرسة. مدة الانتباه أو الانتباه الانتقائي زي ما اتفقنا، اللي هو انتقاء مثير بين عدة مثيرات، وهو ده اللي بيؤدي للتشتت. إزاي؟ الولد يبقى بيبص على السبورة، المدرس بيشرح، قلم زميله وقع، تخيلوا مجرد بس صوت القلم وقع الولد حصل له تشتت. لا، أنا هنا عايز أزود مدة التركيز بتاع الانتباه أو الانتباه الانتقائي، إن أنا أخلي الولد يركز في حاجة واحدة بس، يركز في مثير واحد بس. طب بعمله إزاي؟ إن أنا بخليه يتكلم معايا وبشغل سماعة جنبه بداية كده، واحدة واحدة السماعة صوتها هيبقى واطي، بعد كده أخلي الولد هيتشتت، أحاول أخليه يركز معايا أكتر في المهمة اللي بيعملها. تمام؟ هزود الصوت ده واحدة واحدة، بعد كده هدخل مؤثرات تانية، هدخل مثيرات تانية، هدخل ناس تتكلم، هدخل حاجات كتير جدا. لا، الولد ده واحدة واحدة معايا بلاقي تركيزه زاد، بلاقي مدة انتباهه زادت، بلاقي انتباهه الانتقائي ان هو مركز على مثير واحد مش على عدة مثيرات. يبقى أنا كده اتكلمت عن الانتباه، عن مدة الانتباه، عن تركيز الانتباه، عن الانتباه الانتقائي. أميرة من العيلة المالكة في إنجلترا، كانت بتعاني من صعوبات في القراءة والكتابة، وهي بياتريس أميرة يورك. اتولدت بياتريس سنة 1988، وبالرغم من المشكلات اللي قابلتها في الدراسة اتخصصت في دراسة التاريخ، وكانت بتشارك في كورال المدرسة، وبعد تخرجها من الجامعة اشتغلت في عدة أماكن. وابتدت الأميرة بياتريس بعد عيد ميلادها الـ18 تشارك في العمل الخيري مع والدتها، ومن المشروعات اللي كانت بتدعمها مشروع لمساعدة الأطفال اللي بيعانوا من صعوبات التعلم في إنجلترا، وشاركت في جمع التبرعات لمشروعات خيرية كتير. ومع 6 من أصدقائها أسست بياتريس جمعية خيرية اسمها تغيير كبير، وبتهدف لتشجيع الشباب على تطوير مهاراتهم في المجالات غير الأكاديمية. وتحولت المشكلة اللي عانت منها الأميرة في طفولتها لاتجاه بتساعد بيه ناس كتير حست بمشاكلهم. دلوقتي بنتكلم عن الإدراك، والإدراك هو تفسير المثير. يعني انت جاي لك مثير، جاي لك حاجه داخله عليك، انت سامع المدرس بيتكلم في حاجه، سامع او شايف الصوره اللي قدامك بتتكلم عن حاجه معينه. هنا يجي دور انت استقبلت ده ازاي، الطفل او الطالب استقبل ده ازاي، اللي هو قال ايه، زي ما اتفقنا ان ازاي بستقبل ده، فده ادراك. نقدر نبسطها اكتر نقول الفهم، ازاي هو هيفهم ده. طيب ما هو ممكن واحد يبقى قاعد وزي ما بيحصل كأنه قاعد باصص كويس جدا جدا، تركيز 100%، ولكن هو برضه مش فاهم. يبقى هنا يجي دور المدرس أو دور الأخصائي أو دور المعلم، اسمها استراتيجيات التدريس لذوي صعوبات التعلم. إزاي أنت تقدر تفهم الطفل اللي قدامك المسألة دي؟ هو مش شرط أن كل الفصل يفهم المسألة اللي أنت شرحتها أو يفهم السؤال اللي أنت جاوبت عليه بشكل واحد. في فروق فردية يا جماعة،
في صعوبات تعلم لازم أنت تختار استراتيجية تتناسب مع فهم ذوي صعوبات التعلم. وطبعاً هيجي برضو هنتكلم فيما بعد عن استراتيجيات الشرح لصعوبات التعلم. ده بالنسبة للفهم والإدراك. يبقى لو أنا خليت الولد انتبه، لو أنا شرحت له بطريقة مثيرة، لو شرحت له بطريقة تتناسب مع تفكيره ومع استقباله، يبقى هوصل بعد كده وهو فهم طبعاً، هوصل بعد كده للذاكرة. وده الجزء الثالث في حلقتنا النهاردة. الذاكرة طبعاً الذاكرة في منها ذاكرة أنواع كتير، منها الذاكرة السمعية، الذاكرة البصرية، ودول أهم حاجة. تخيلوا إن في ذاكرة لمسية، في ذاكرة شمية، في ذاكرة حسية، كل دي أنواع للذاكرة. طيب الذاكرة دي بتعمل إيه؟ الذاكرة بتنمى. طب هو يعني إيه ذاكرة أصلاً؟ هي ذاكرة يعني تخزين، يعني أنا بخزن مثير أو بخزن معلومة بعد ما رتبتها وفهمتها، بس لازم قبل ما خزنها نمر بالمرحلة الثانية، انتباه ثم إيه؟ ثم إدراك ثم ذاكرة. أكون فهمتها، أكون بعد كده خزنتها. الذاكرة فيها ثلاث أنواع: ذاكرة المدى البعيد، ذاكرة المدى القصير، الذاكرة العاملة. صعوبات بتقابلها أسر الأطفال الصم، وهنعرف النهاردة إزاي ممكن يتخطوا الصعوبات دي من خلال التدخل المبكر. دكتورة حنان حلمي سليمان، أخصائي التخاطب والإرشاد الأسري بعيادات ماري جرجس التخصصية في أبو ظبي. في الحقيقة إحنا بنهتم بالأطفال الصم وضعاف السمع، وأول حاجة بتتبادر لذهننا إنه الطفل ضعيف السمع في بيته أو في أسرته، الأسرة بتبقى مستنية مولود جديد وبيبقوا فرحانين بيه، ومع الوقت الأم بتكتشف إن الطفل مش منتبه، مش بينتبه للصوت، مش بينتبه لصوت ماما، ما بيعرفش صوت بابا، جرس الباب يرن ما ينتبهش، ما يسمعش، يحصل صوت مفاجئ الطفل ما يتفزعش زي ما بيحصل مع الأطفال العاديين. هنا لازم الأم تكون منتبهة واخدة بالها إنه في حاجة مش طبيعية في الطفل. وأول حاجة الأم لازم تعرفها إنه بتختبر الحواس، يعني النظر والسمع واللمس. الأم لازم تختبر حواس طفلها. لما بتحس إن في مشكلة في السمع على طول بتتوجه للدكتور المتخصص في السمعيات أو الأنف والأذن عشان يبتدي يحدد المشكلة فيه. أو لما بيبتدي الدكتور الفحص بتاعه وبيعرف التشخيص في الأذن أو في فقد سمع، هل سببه خارجي ولا سببه أعمق من كده، وعلى أساس التشخيص وعلى حسب العلاج اللي بيكتبه الدكتور، لو علاج بسيط والأمور بتعدي خلاص الطفل بيسترد حاسة السمع بقوة وبتدي يكمل حياته بدون مشاكل، اتأكدنا إنه في فقد سمع فعلا، بيبتدي نلجأ للمعينات السمعية وسماعات الأذن أو العمليات الجراحية اللي بتتعمل لحل المشاكل دي. لما الدكتور بيحدد إيه السماعة اللي بيقدر يلبسها الطفل وعلى حسب شدة الفقد، بيبتدي الطفل يلبس السماعة، وهنا بنبتدي رحلة التأهيل والتعليم والتعامل مع طفل فقد للسمع. وفي الحقيقة أنا بشوف إن الدور الأكبر والدور الأهم على البيت والأم بشكل كبير، لأنه الطفل بيبقى في حضن أمه طول الوقت، معاها بياكل بيشرب عايش طول الوقت مع أمه. بشوف إن دي فرصة كبيرة جداً إن الأم تقدر تنبه الحواس وتعلم طفلها من خلال تواجدها معاه. يعني مثلاً بتبتدي تعرفه على أجزاء جسمه، على الحواس في جسمه، فين عينك فين بقك، اسم المحيطين بيه بابا وماما وإذا كان في إخوات، اسم المترددين على البيت، الأفراد اللي عايشين معاه في البيت،
أجزاء البيت من باب، شباك، كرسي، مية، أكل، أي حاجة، قطة، بطة، فرخة، أي شيء الطفل بيقابله وبيتعرض له لازم الأم تعرفه إيه ده، اسمه إيه ونطقه إيه. الأم كمان مع مرور الوقت بتبتدي تاخد بالها إنه هي بتتكلم الطفل يكون عينها في عينه، يكون شايفها، تكون بتتكلم بقها مفتوح، سنانها باينة، لسانها باين، تتكلم بالراحة ببطء، يعني ما تكلمش بنفس الطريقة اللي بكلم بيها في الطريقة العادية، لازم أضخم الصوت ولازم أوضح مخارج الصوت. يعني مثلا لو هتقول له مثلا عين، لازم اتكلم واشاور على عين وتفتح بقها، لازم هقول مثلا لو دي قطه، لو دي تفاحه، لازم افتح بقي والطفل يشوف مخارج الاصوات عامله ازاي عشان يقدر يربط بين شكل الصوت وبين الـ 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 الكلمه ومعناها وشكلها ايه. ده بيبقى مهم جدا عشان الطفل يبتدي يتعلم ويكون عنده اللغه الداخليه، لان في الحقيقه احنا الام بتبتدي تتكلم مع الطفل وبنبقى مش مستنيين رد فعل سريع، احنا بس الام بتكون عند الطفل المصطلحات الداخليه واللغه الداخليه، ومع الوقت الطفل بيبتدي يخرج ده في اوانه. لكن طول ما الام بتتكلم مع الطفل، الطفل بتبقى استجابته سريعه والطفل بيبقى اداؤه احسن، طول ما القدرات العقليه سليمه ما فيهاش اي مشكله. بتبتدي الام تتكلم مع الطفل وهي بتنظف له جسمه، وهي بتاكله، وهي بتشربه، بتنظف له جسمه، تنظف له عينه، تقول له دي عين، تنظف له اسنانه، دي بقه، ايده، رجله، تغسل له وشه، تسرح له شعره، تلبسه، بتاكله، كل حاجه، كل كلمه بتقولها الام بتسميها وبتتكلم مع الطفل عشان خاطر تنمي عنده اللغه الداخليه. بالحب والاهتمام بتكون النتائج مفرحة وبنشوف إنجازات، فبرغم الصعوبات الكبيرة اللي بتواجه أي إنسان بنشوف إيد ربنا في كل خطواتنا لأننا غاليين عنده، ساعتها بننسى التعب. يسعدنا استقبال اقتراحاتكم وأسئلتكم من خلال قسم العلاقات العامة بقناة سي تي في على الأرقام التالية 01-22-56-44-999 أو على 02-66-33-357 أو على الإيميل الخاص بالبرنامج insan@ctvchannel.tv insan@ctvchannel.tv أنا ليا كيان، أنا عندي طموح جوايا فنان لكن مجروح.